الأستاذ محمود جابر الباحث في حركات الإسلام السياسي. مساء الخير أستاذ محمود. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ محمود، بصفة حضرتك باحث في حركات الإسلام السياسي، فلسفة الجماعات الإرهابية دائما أنها بتعمل في أكثر من اتجاه في نفس الوقت، يعني نشر شائعات، حرب إلكترونية، وعمليات مسلحة على أرض الواقع. هذه العملية التي حدثت بالأمس سبقها العديد من الشائعات، وسبقها أيضا بعض الحوادث الطائفية اللي يمكن أن تسمى أعمال فردية، يعني أعمال مش ممنهجة مش منظمة، يعني فردية الصنع. يعني أنا قلت من أسبوعين أو وقت حادث راهب كنيسة الكنيسة في اسكندرية، القمص إرسالوس، قلت ان العمليات دي ممنهجة وان وتيرة العمليات في الاسابيع القادمة هتزيد، وده لعدة اسباب. يعني السبب الاول هو السياسات الحكومية، السبب الثاني هو استفزازهم عن طريق بعض الفضائح اللي تمت في مسلسل الاختيار، والنهاردة بقى عندي سبب ثالث جديد. السبب الثالث الجديد مرتبط بالممول الخارجي. يعني النهاردة العالم بيتقسم لفريقين، فريق مع روسيا وفريق مع الولايات المتحدة الأمريكية. مصر واخدة جانب الحياد. كلنا نعرف تماما ان المعسكر الغربي على رأسه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي الممول الرئيسي للجماعات الإرهابية. واللي بيحصل النهاردة في سيناء او اللي هيحصل مستقبلا هو لا يمكن له ان يحدث الا بانه هؤلاء بيحصلوا على احتسيات. يعني حركة المركبات العسكرية، تواجد القوات والأفراد، بيعرف أماكن الثغرات، ما يقدرش هو كفرد أو كمجموعة أفراد يعرف الأماكن اللي فيها ثغرة يقدر ينفذ منها إلا من خلال احتسيات أمر صناعي. يعني لابد أن يكون على تواصل مع دول كبرى، دول بتعطيله هذه الاحتسيات، قادرة توصله من خلال عمليات مخابراتية أسلحة وتوصله فلوس. يعني مش عايزين ننظر للمسائل إن هي موضوع صغير، واحد معدي أو اتنين معديين معهم سلاح ضربوا، لا الموضوع مش كده أبدا. الموضوع هو في إطار حرب كبرى بتدور في العالم، يراد الضغط على مصر، على الجيش المصري ان يتخذ موقف، انه امريكا كانت جامعة 40 دولة في احد القواعد الامريكية في المانيا، ومصر رفضت المشاركة فيها لان مصر واخدة جانب الحياد في المعركة اللي بتدور في اوكرانيا. وبالتالي كل اللي بيحصل هو ممارسة ضغوط على مصر لكي تأخذ جانب بعينه. أستاذ محمود، يعني الحقيقة أن ده تحليل يعد بالنسبة لي جديد، يعني أنا استمعت الكثير من التحليلات للحادث، ولكن هو يعني يحمل كثير من الوجهة في وجهة النظر بالتأكيد. يعني وبالتأكيد ده معناه أن ما سبقوا من شائعات وما سبقوا من أكاذيب وما سبقوا من أحداث طائفية فردية هي استمرار لمحاولة إرهابية للضغط على مصر، حسب وجهة نظر حضرتك. أنا هقول لحضرتك بعض الشائعات اللي بقت في السوق المصري أو في الإعلام المصري أو على السوشيال ميديا، زي مثلا أن روسيا منعت السفن القمح تأتي من أوكرانيا لمصر، وطلع بعديها وزير التجارة صرح انه الكلام ده ما حصلش، وصرح السفير الروسي في مصر انه روسيا لم تحتجز اي سفن من السفن الاوكرانية او شحنات القمح لمصر. كل ده بيدلل على انه بيقف وراء هذه العمليات معسكر بعينه، وهو الذي يدعم هذه الجماعات، وهو الذي يوفر لها الحاضنة في الخارج لهروب البعض فيهم، هو اللي يقدر يوصل لهم أسلحة، وهو اللي يقدر يديهم إحداثيات زي ما قلت لحضرتك
انه سينا حجمها كبير، يعني ما هيش مدينه صغيره، احنا بنتكلم على مساحه جغرافيه ممتده من البحر المتوسط لحد خليج العقبه وخليج السويس، من الشرق للغرب بتكلم من السويس لحد حدود فلسطين المحتله، فانا بتكلم على مساحه شاسعه جدا ومحافظتين كبار. طيب لماذا؟ يعني خلينا نقول انه كانت اعياد الفصح، الفصح عند اليهود زي ما كانت عند المسيحيين قبل اسبوعين، وكان في اعداد من اليهود وفقا للاتفاقيه دخلوا طابة وكانوا موجودين. ليه ما تمش الاعتداء عليهم وعمليه ارهابيه ضد بقى اليهود المعتدين على اخواننا الفلسطينيين؟ هو عاده لا يتم الاعتداء عليهم يعني. يعني هنا بقى هقدر يعني اربط، عشان اربط الكلام اللي انا قلته، ان هؤلاء لا يتصرفوا بدافع الدفاع عن الدين الاسلامي ولا على قضيه عروبه ولا على قضيه تحرر، هؤلاء بيشتغلوا خدم وجماعات وظيفيه في قضايا كبرى للاضرار بمصر في المقام الاول والاضرار بجيش مصر في المقام الثاني. استكمالا لهذه النظريه، ما المتوقع من الارهاب في الفتره القادمه؟ خاصه وانه لا نستطيع أن ننكر إطلاقا أنه بقت في حالة من التضييق التام على الإرهاب في مصر، وأن في حالة من تكثيف منابع حقيقية للإرهاب المسلح يعني. فما المتوقع من الجماعات الإرهابية في ظل هذا التضييق؟ يعني هو الـ إحنا ما نقدرش نوجه أي لوم، بل نشيد بأبنائنا وإخواتنا في بالتأكيد. أنا أقصد في حالة التضييق اللي إحنا معاملينها على الإرهاب، ما المتوقع؟ ما الخطوة القادمة؟ أنا أتوقع إنه العمليات هتدور على محورين غير يعني لا ينقص أحدهما الآخر. هيتم ضربات في الدلتا تحديدا في الكنائس لمحاولة إحداث فتنة طائفية وإحداث شحن لدى الإخوان المسيحيين. هيتم الاعتداء على الجيش مرة أخرى أو محاولات متعددة مرة ثانية في سيناء، ده هيتكرر تاني. احنا بنقول إن ده هيتكرر تاني طول ما موقف مصر هذا الموقف المحايد، وبالتالي على أجهزة المعلومات إنها تستمر في متابعة كل هذه الأنشطة لمحاولة الحد من وقوع مثل هذه الجرائم. خليني برضو يعني بصفة حضرتك باحث في حركات الإسلام السياسي، لو تحدثنا على أن الإرهاب يحوي في داخله بعض الأيديولوجيات الفكرية يعني، وليس فقط مرتزقة ممولين يعني، هل المواجهة الآن هي مواجهة عسكرية، أم أنه بات من الواضح أنه من الضروري أن تكون المواجهة هي مواجهة فكرية لتكفيف منابع الإرهاب الفكري؟ شوف، أنا من أنصار فكرة أن المواجهة الفكرية توفر علينا جهد ودماء كثيرة، ودائما ما ألوم مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة على تقصيرها في المواجهة الفكرية، واللي نادى بها السيد الرئيس في أكثر من لقاء وفي أكثر من برنامج، وكلنا تابعنا ده حوالين تجديد الخطاب الديني والكلام حوالين أهمية دعم فكرة المواطنة. ده كلام مهم جدا إن احنا كلنا نشتغل عليه على أساس لنوفر لهذه الجماعات رافد جديد. يعني هو بيشتغل على فكرة استقطاب، ما نغذيهاش، احنا علينا ان احنا نجفف له هذه المنابع. هم مرتزقة، يعني هو في النهاية لما بيستقطبوا بيتحول هذا المستقطب الى مرتزق، يعني مرتزق بأجر، لكن في النهاية هو لابد ان يكون لديه ايديولوجية اصولية يتم استقطابه على اساسها، يقدر يوفر عناصر جديدة مجانية وببلاش ورخيصة لهؤلاء المغرورين او المضحوك عليهم او المغرر بهم. انا عليا يعني ده دور مهم جدا لكل المؤسسات المدنيه والعامله بالثقافه والعامله في هذا الحقل، وزاره الثقافه والازهر الشريف، الكنيسه المصريه، الجمعيات الثقافيه، وسائل الاعلام المتعدده، كل هؤلاء، التعليم والبحث العلمي، كل الكلام ده لابد ان يشترك في مشروع، لابد ان يكون هناك مشروع وطني كبير
لتجديد الدماء والفكر داخل المجتمع المصري، مش أطارد ولاحق المفكرين والمجددين وأصحاب النظريات الجديدة بقضايا ازدراء أديان وأدخلهم المحاكم. يعني هنا في تناقض جم ما بين دعوة السيد الرئيس وحرصه على ده وما بين سلوك بعض المؤسسات المجتمع الأخرى. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمود جابر، الباحث في حركات الإسلام السياسي، على هذه المداخلة.